السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ أنا دكتور محمد العقوري، والفيديو هذا إن شاء الله حنبدو في سلسلة الأكيوت ميديسن، وحنتكلم على الـ very common emergency اللي هي الـ diabetic ketoacidosis. طبعا نحاول أني أنا أخليه في فيديو واحد، بس أنا ما نبيش نخلي الفيديوهات طوال. إذا مثلا حسيت أن المانجمنت تبي فيديو منفصل، وعلى الأغلب هي حتكون هيكي، حيكون إن شاء الله الفيديو القادم هو المانجمنت أوف دي كي أي اللي هو المور امبورتنت بارت، بس ما بدون ما نديرو أندر استيميشن للبارت هذي، لأن البارت هذا فيه الفاونديشن وفيه يعني البيزكس اللي خليك تعلم شنو عليش انت تدير في المانجمنت. anyway, so patient has diabetic ketoacidosis. كيف بدأت؟ حنبدأ بالباثوفيسيولوجي، ومن الباثوفيسيولوجي حننتقل للكلينيكال فيتشرز and then diagnosis and then management. now خلينا نبدأ، نخلوها كيف الستوري، يعني الستوري ان الشخص عادة تبدأ ستوري ب absolute insulin deficiency, and usually في يعني نقوله absolute or relative الحقيقة، بس نحن خلينا نتكلم هنا، والكلام هذا يتوفر عادة في type 1 diabetes mellitus في young age من البداية، لأن هذه الباثوفيسيولوجي متاع type 1 diabetes mellitus. وفي type 2 late في course of disease، كيف ما انتو تعرفوا في حاجة اسمها secondary failure، و type 2 ممكن يجدوا insulin deficient في late course of disease. anyway, so usually هو هذا يعني type 1 or type 2 عادة، خلينا نحكي على type 1، that's why نحن ديما نقوله في young، عادة ال DKA very common في young. okay, so this خلينا نبدأ بالكلاسيك picture متاحة اللي هو type 1. so this type 1 عنده absolute insulin deficiency وخش في stress. okay, so معناه العاملين absolute insulin deficiency and stress. stress هذي غالبا ما يقولوا هذا هو ال precipitating factor اللي يخلي في type 1 diabetes يخشوا في في DKA. so DKA هي precipitated by certain يعني conditions اللي انت لازم تعرف، وغالبا ما تكون كيف ما هنحكو ان البيشنت عنده non compliance مع الانسولين. okay, with insulin او wrong use of insulin، يعني ممكن تلقاه هو عنده lipodystrophy اللي نحن عارفينها ال complication متاع ال insulin treatment، وما يغيرش في ال injection site، فهيكون يعني عنده يعني ال absorption متاع الانسولين erratic، or maybe the absorption is not adequate. يعني الشيء الآخر هو ممكن يستخدم في outdated insulin، كيف ما نعرفه في special instructions usually given to the patients and to the يعني الفايل بعد تفتحها وكذا، مش هنخش في الكلام هذا. الشيء الآخر اللي هو inflammation and infection، يعني infection، وغالبا ما نحكو على common infections، يعني أي infection، لكن ال UTI والنيمونيا غالبا ما يكون من الانفكشنز، لكن اي انفكشن ممكن يصير، يعني whatever infection، very specific infection هنا نقول عليها الميوكور مايكوسيس اللي هي راينو سيربرال ميوكور مايكوسيس، اللي هي واحدة من very specific للدي كي اي fungal infection، very bad and very high mortality، very specific، بس very uncommon. يعني الكومن هو UTI والنيمونيا، لكن كما قلت لكم اي سبسس، اي بيشنت يخش في اي نوع من السبسس حيكون هذا يعني precipitating factor. الاخر هو الانفلاميشن، الانفلاميشن كيف ما نحن نعرف ونتكلم على بانكرياتايتس كوليسيستايتس whatever، يعني من هالانفلاميشن inflammatory conditions. الحاجه الاخرى يعني ممكن تكون حتى هي very important اللي هي الـ MI، diabetes is risk factor of myocardial infarction. myocardial infarction very important، هذا ليش الـ EKG أو الـ ECG is important، troponin is important. so think about this which is very important.
هذين ال very common precipitating factors. لكن ممكن ال patient يخش في stress نتاع surgery. يعني الحقيقة أي شيء أنت لازم تدور وتأخذ history وتشوف ال patient. أو ممكن ال patient يستخدم في steroid use, يعني high dose steroid whatever شن كان السبب. Anyway, so that type 1 خش في stress فحيدخل في DKA. قبل ما نقول حيدخل في DKA خليني نقول إن type 1 خش ستريس. ليش الكلام هذا؟ فالكومبينيشن متاع حاجتين. الحاجة الأولى هو نقص في الإنسولين, والحاجة الثالثة هو ستريس حيرفع الكونتر ريجولاتري هرمونز, سبيشلي هنا الستريس هرمونز اللي هنا الستيرويدز وال you know الكاتيكولامينز والجلوكاجونز whatever, يعني أدرينالين especially يعني اللي هو الستريس هرمونز. أنتوا عارفين إن البادي عنده فلسفتين, هي الفلسفة اللي هي during the rest and digest ولا الأمور يعني في الأحوال العادية, والفلسفة الأخرى اللي هي متاع الستريس. anyway so the patient عنده الحاجتين هذين, هو already عنده insulin deficiency. so the insulin deficiency أدى إلى الآتي, أدى في نقص في حاجة اسمها of glucose utilization. الترم هذا شنو هو؟ يعني أنت الجلوكوز بعد ما واحد يأكل حاجة حلوة يرتفع الإنسولين, هذه وظيفة الإنسولين أنابوليك هرمون طبعا, هذا إيش ما ينقصه في الوزن لأنه هو يقعد في كاتابوليزم بعد تايب 1 بعد يقعد ما عندهش إنسولين. فالأنابوليك هرمون هذا شنو يدير؟ يأخذ الجلوكوز شنو يدير له؟ يخشى في عملية اسمها glycolysis, okay, ومنها يطلع في ال ATP, okay, utilizing glucose as a energy, يعني energy, وخشة في citric acid cycle وكذا. okay, والحاجة الثانية يزيد ال uptake متاع الجلوكوز, يعني هو من الدم يزيد ال uptake into the cells. of glucose, يعني هي بالضبط السلسلة تاكل ال uptake of glucose by cells or by the cells يزيد. okay, غالبا الجلوكوز يخش معاه البوتاسيوم and that's why insulin use يؤدي إلى hypokalemia, والinsulin deficiency يؤدي إلى hyperkalemia. هذه نقطة من النقاط المهمة في المانجمنت of DKA. فيخشش البوتاسيوم وخشش الجلوكوز ويزيد الترانسبورتر اللي هو اسمه GLUT, GLUT بتاع الجلوكوز سينثيسيس بتاعه يزيد وكذا. anyway so الانسولين يساعد على دخول الجلوكوز, وفي نفس الوقت يعني في حاجات على اللونج تيرم يحضر الخلية للانابوليزم, النواة, ترانسكريبشن فاكتورز, everything, مسنجر ار ان اي وكذا. تمام, سو هذا من جانب. من جانب الآخر يعني هو هذين اسمان الويلفيد ستيت, زائد في جانب آخر من الجلوكوز أو سوري جانب آخر من الأكشن بتاع الإنسولين, اللي هو أنه هو يزيد حاجة اسمها لايبوجينيسيس. ينبه الليبوبروتين لايبيز ويزيد الليبوجينيسيس في الأديبوز تيشيو, وهذا عليش نقوله نحن الجلوكوز ممكن يتحول إلى جلسرول, والجلسرول هذا يعني في العملية الجلايكوليسيس هنا في شنت وجدات يسيران, وفي جلسرول اللي هو جلسرول دهاي ثري فوسفيت اللي في الطريق يتحول إلى جلسرول, والجلسرول هذا يتحول إلى ترايغليسرايد, وهذا كله يدير فيه الإنسولين. سو لايبوجينيسيس ما معناها نحن ما نكسرش الشيفات, هذا عليش اللي ياكل حلو يسمن, لا واللي عنده انسولين واجد الانسولين بعد تعطيه حتى هو سبكتينوس يدير في ويت جين. فبالتالي الويت جين بتاع الانسولين اندرستاندبل, الهايبوغلايسيميا اللي يصير من الانسولين اندرستاندبل, الويت لوس اللي يصير في الدايبيتس تايب 1 اندرستاندبل, والهايبركاليميا اندرستاندبل. رايت, سو لو مريض يعني عنده انسولين ديفيشنسي فحيصير عنده عكس الكلام هذي, so الجلوكوز utilization هينقص, right, and that will lead to high glucose,
and that's the hyperglycemia. So that's why diabetic ketoacidosis, الشطر الأول متاعها diabetic, which is hyperglycemia. وضع ليش نحن في DKA نقوله في عندنا blood glucose يكون أكثر من 250 ملغرام per deciliter, وهذه واحدة من الكريتيريا في diagnosis of DKA. غالبا مرات يكون أقل من الرقم هذا, وهذه نقوله عليها EU glycemic DKA كما نحكو فيها. هذه تصير عادة في الناس اللي عندهم starvation, الناس اللي هم عندهم alcohol intoxication, حتى في pregnancy ممكن تصير, أو الناس اللي يأخذوا في الميديكيشن الجديد هذين اللي هن SGLT1 inhibitors like الكناغلي فلوزن والكلام هذا. Right, so هذا بالنسبة لي يعني الهايبرغليسيميا. So هايبرغليسيميا وهنا معاش يكون في lipogenesis, okay, switch والجلوكوز uptake هينقص والبوتاسيوم uptake في السيلز هينقص. And that makes sense that in the potassium ممكن يرتفع واللايبوجينيسيس مش هتتكون, وهذينا نقاط مهمة. مع الوقت هتبقى الجلوكوز building and this glucose اللي هو 250 كيف ما انتوا تعرفوا ان فيها اسمها renal threshold of glucose اللي هي في عليها اختلاف, بس المتفق عليه هو 180 ملي جرام بير ديسيليتر. يعني لو كان الجلوكوز في الدم أقل من الرقم هذا فحيكون الجلوكوز مش حيطلع في اليورين, لكن لو فات الرقم هذا لو 180 الجلوكوز حيطلع في اليورين. إذا أنت فت, في ناس يقولوا 200 فأنت لو رفعت الجلوكوز أكثر 250 300 400 في الدي كي اي ممكن يوصل عند 800 غالبا. ما يرقاش واجه في الدي كي اي مش كيف الهايبرزمولر نانكيتوتيك كوما, لأن غالباً في DKA الأسيدوسز اللي حتصير كيف ما أقول لكم حتخلي المريض presenting early, and that's why عادةً الجلوكوز ما يكونش عالي 400 500 600, لكن الأرقام الكبيرة عادةً تلقان في الهونك اللي هي hypersmolar ketotic coma أو state. المهم ارتفع الجلوكوز وفتنا renal threshold. معنى كلمة renal threshold تمين نحقه في الجلوكوز أو ما يعرف بيها بالجلوكوزيوريا, وهذا غالبا ما حيؤدي إلى osmotic diuresis. Osmotic diuresis. Right, so osmotic diuresis تعني أنا هكي نحاول عدلها توه. Osmotic diuresis تعني الآتي, تعني أن في جلوكوز بوزيتيف, اوكي بنستخدم شيء واجد هذه او بنستخدم شيء في الدياجنوست تاع الدي كي اي, لكن اوزموتيك دايريسيس مينز بوليوريا. اوكي اند ذس بوليوريا حتؤدي الى فلويد لوس, اوكي اند ذس ويل ليد تو دي هايدريشن, وهذا واحد من اهم اسباب الفلويد لوس في الدي كي اي. سو ذات ويل ليد تو دي هايدريشن, and كيف من احنا نعرف الديهايدريشن وال consequences متاعاتها اللي هن ال AKI او ال acute kidney injury, dehydration, shock. هذا ليش DKA ممكن يجيك بhypovolemic shock, وهذا واحد من الاشياء اللي ممكن, بس ممكن septic shock او combined يعني بسبب الانفكشن, ممكن cardiogenic بسبب الماي, هذين كله ممكن يصير. AKIs are very important, هنحكي عليها يعني, وهذا ايش نحن نعطوا في ال يعني ال fluids يعني. اوكي وحنحكوا يعني على ال AKI كيف يدير management. بالنسبة للبوليوريا اكيد حيكون مع عطش شديد او يعرف بالبوليدبسيا. اوكي سو البيشنت حيكون عنده ممكن, لو كان المريض يعني عنده drop في level of consciousness ممكن ما يكونش عنده access للwater, وهذا ممكن حتى هو يضيف لل dehydration والعملية الأخرى تخليه في ال fluid loss أكثر. okay so هذين ال big picture يعني اللي أنا هكي نحكي عليها. وكيف ما قلت لكم طبعا ال hyperglycemia اللي هي يعني again خاطي الأوزموتيك دايوريسيس هتعطيني جانب آخر نتمنى هيك أنا بنحكي عليه. طبعا ترفع البلازما أوزمولاريتي,
أوزمولاريتي هي الأوزمولاريتي غير يختلفا في وحدة القياس. يعني الأوزمولاريتي هي ملي أوزمور بير ديسيليتر أو بير ليتر سوري, and أوزمولاريتي هي ملي أوزمور بير كي جي. يعني بدون ما أخش في تفاصيلها, لأن I think in the 1 liter of water يساوي 1 kg. المهم high plasma osmolarity, طبعا plasma osmolarity لو جي للكالكوليشن بتاعها تلقاها هي 2 مضروبة في الصوديوم okay. زايد الجلوكوز زايد اليوريا, بغض النظر عن التحويلات اللي هنا في الـ في الـ يعني الجلوكوز واليوريا ينقسم على أرقام, لكن نبي نوصل معلومة. الصوديوم غالبا متوسط بتاعها 140, فأنت لو تضرب 2 في 140 هتطلع عندك 280 أوكي. هذه الأوزمولاريتي, ونحن نورمال نقول إن الأوزمولاريتي تقريبا 280 إلى 290, فلو جيت تشوف تلقى الصوديوم مشكل أغلبها. يعني اليوريا والجلوكوز ما هماش عوامل كبيرة في الأوزمولاريتي, and that's why هنا الأوزمولاريتي هتكون عالية, بس مش هيكون هو العامل الأساسي في العملية هذه. لكن الصوديوم ممكن يكون عالي, ولو لقيت الصوديوم عالي تخيل معي أننا نلقى الصوديوم مثلا 150 نضربهم في 2 هذين 300, so هذا هيكون عامل. ولكن ممكن السيفيريتي متاع الهايبرغليسيميا حتيه تضيف للكلام مضى وحترفع الأوزمولاريتي بطريقة أو بأخرى. المهم اللي بنوصلها هنا شيء آخر, هو أن في كيف الكوركشن لازم يندار بين الصوديوم وبين الجلوكوز, هنحكي عليه في الانفستيجيشن بعدين. لأن الجلوكوز بعد يرتفع يعطيك سودو هايبوناتريميا, سو الصوديوم ينزل والجلوكوز يرتفع أوكي. سو الجلوكوز بعد يرتفع يعطيني سودو هايبوناتريميا, وكلمة سودو مهمة يعني. فأنت مرات في الدي كي تلقى الصوديوم لو تلقى 130 129, بس في الحقيقة هو مرات يكون هاي أو حتى يكون نورمال, ولازم دير الكوركشن للصوديوم مع الجلوكوز كيف ما هنحكو بعدين. So this is again glucose hyperglycemia dehydration, وهذا عيش نحن نبو fluid, وهذا عيش نحن نبو ندير الكوركشن للصوديوم. الأوزمولاريتي مهمة لأن الديفرنشل مهم جدا هنا اللي هو الهايبرزمول النانكيتوتيك كوما. فهمنا الجانب اللي هو بسبب الانسولين ديفيشنسي اللي هو جزء منه وليس كل الجزء أوكي. طبعا في حاجة بس أنا نسيتها, أن الانسولين ينبه في اللايبوجينيسيز ويدير في يعني هو استيموليت لايبوجينيز انهبيت لايبوليسيس. يعني انت بعد تقول لي انسولين ديفيشنسي معناها انت طلقت اللايبوليسيس, هذه شن حيصير لها حيصير استيموليشن اوكي, لانه هو يدير استيموليشن للهرمون اسمه لايبوبروتين لايبيز, ويدير انهبيشن لهرمون اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز اللي هو قاعد في الاديبوز تيشو. هرمون سنسيتيف لايبيز هذا المسؤول على اللايبوليسيس, واللايبوبروتين لايبيز هذا المسؤول على اللايبوجينيسيس. فانت لو درت ستيميليشن للهايبوبروتين لايبيز وانت درت لايبوجينيسيس, لو انت درت ستيميليشن للهرمون سنسيتيف لايبيز انت حتدير لايبوليسيس. فهو الانسولين شنو يدير؟ لانه هو انابوليك هرمون يبشي ان اللايبوليسيس كاتابوليزم يعني, فهو يدير انهبيشن لللايبوليسيس, وفي نفس الوقت يدير في انهبيشن لحاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس. يعني انت الجلايكوليسيس هذا يوتيلايزيشن اوف جلوكوز, جلوكونيوجينيسيس هو تصنيع الجلوكوز في الستارفيشن في الستريس. نحن ما نبوش في وجود انسولين يطلع في الافتر ميل يعني, فالانسولين يدير اللايف انهبيشن, وعدم وجود الانسولين حتى هو يخلي الجلوكونيوجينيسيس سويتشد اون, وخاصه في وجود الكانتر ريجولاتي هرمونز. anyway so هذا الجانب الآخر. ناو شن اللي حيصير, يعني خاطي ان تكلمنا على الجانب هذا. الجانب الآخر حيصير كيتوسيس, يعني هايبرغليسيميا وديهيدريشن يصير كيتوسيس. الكيتوسيس هذه كيف تصير؟ الكيتوسيس هنا اللي حتصير انا يعني عندي نية نحكي على البوتاسيوم هنا, لكن خليني نكمل القصة هذه وحنحكي بروح البوتاسيوم.
ناو الكيتوسيس حتصير لسببين. رقم واحد كيف ما قلت لكم، خليني نقول لكم كيف صارت الكيتوسيس. الكيتوسيس جي من هان، جي من لايبوليسيس، لأنك أنت بعد ما تجي تقول أنا مثلا عندي الوقود، الوقود هو جلوكوز، يقول لك جلوكوز أنت تخشى في الجلايكوليسيس وتطلع بايروفيت، والبايروفيت تحول إلى اكزالوستيت وخش الستريك أسيد سايكل يعطيك كيتون، بعد يعطيك ATP. أوكي، بعدين يجي يقول لك أنا لو أنا استخدمت الانرجي متاعي فات، نقول لك الفات تخشى في عملية اسمها بيتا أوكسيديشن يعني لايبوليسيس، هتكسر تريغليسرايدز عن طريق هرمون سنسيتيف لايبيس، وحيعطيني فاتي أسيد، فري فاتي أسيدز. الفري فاتي أسيدز هذينا حيتحولا خشا في عملية اسمها بيتا أوكسيديشن، والبيتا أكسيديشن حتكون لي كيتون باديز. طبعا الانرجي والاي تي بي واللي هي واجد أعلى انرجي من الفات، والكيتون باديز اللي نحن نسمع بهم اللي هم البيتا هيدروكسي أو 3 هيدروكسي بيوتايريك أسيد والأسيتو أسيتيت اللي هو حيتحول إلى أسيتون، ما هوش ستيبل يعني. سو هذين وكلهن أسيدك، كلهن يعني كلهن يعطيك أسيدوسز يعني gain of acid right. يعني توا بعد ما نتكلموا على الكلام هذا توا اللي قدامنا هنلاحظوا إن deficiency of insulin خلى lipolysis on، ووجود الستريس اللي حكينا عليه والاستيرويد وكذا again شندار هذا again نبه lipolysis. اوكي، وهذين حتى هن حينبهن الجلوكونيوجينيسيس في الليفر، وحينبهن الجلايكوجينوليسيس. So glycogenolysis عملية إن نكسروا glycogen بش نحصلوا منه glucose. Gluconeogenesis إن نصنعوا الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية، يعني استخدموا الألانين، استخدموا بروتين، استخدموا whatever. هذا كله حيضيف للهايبرغليسيميا، يعني هذين again حنضيفون للهايبرغليسيميا. والإنسولين غادي حكينا فيه، والإنسولين يدير حتى في الجلايكوجينيسيس، وهنا ما عاش عندنا جلايكوجينيسيس، يعني كان في بالانس يعني بين التو يعني بروسيسز هذين. رايت ناو خليني انا خاتوا نكمل في الكلام هذا. سو كيتون باديز، كيتون باديز معناها صار عندي gain of acid. وانا هنا ما نبيش نخش في الاسيد بيز بالانس، لان انا عندي فيديوهات تشوفوهم قاعدات في القناه ان شاء الله حيكون مفيدات جدا، اللي هن الاي بي جي في كورس الاي سي يو، شرحت كورسين فيديوين طوال فيه كل التفاصيل المهمه، اعطيت طريقه كيف انت تقرا الاي بي جي. ما زال عندنا بس السلسله هذه ما زال عندنا فيديو اللي هو نديره تطبيق عملي يعني، فما نبيش بس نضيع الوقت في الفيديو هذا نتكلموا على الاي بي جي، وانا اوريدي تكلمت عليه في الفيديوهات الاخرى. بس هنا صار gain of acid، وانا قلت لكم ان الاسيدوسيس تصير either by gain of acid او loss of bicarb، وقلت لكم لو صار gain of acid معناها gain of hydrogen، وهذه حتعطيني حاجه اسمها high anion gap، والhigh anion gap metabolic acidosis. اذا انا حيكون عندي high anion gap metabolic acidosis اللي هو عندي حيكون عندي low pH واللو bicarbonate HCO3، وهذه الميتابوليك أسيدوسيس. لأن كان مش هيكي مش حيكون عندي ميتابوليك أسيدوسيس، وكيف ما قلت لكم أرجو للفيديو لأن كان هذا هنضيع وقت طويل في الكلام هذا. هاي ناين جاب، الأناين جاب أنا حتجد أكثر من 12، البايكارب أنا الكريتيريا أكثر من 15 في التشخيص، والبي إتش الكريتيريا أقل من 7.3. بعليش الأسيد هذا الجين في أسيد هذا خشت مادة حمضية اللي هم هذوما كلهم. الأسيد هو المادة اللي تعطيك هيدروجين في السليوشن، فأعطونا هيدروجين. من الأسيد اللي خش؟ كيف نثبت أنا؟ هنا الأسيد اللي خش هو كيتو أسيد. كيتو أسيد أنا
يعني في الايدل وورلد اللي هو نحن عايشين فيه في امريكا وبريطانيا, هذا عاده يشوفوا توه في الكابيلاري كيتونز, يعني يشوفوا في حاجه اسمها كيتونيميا اللي هو البيتا هيدروكسي بيوتايريك اسيد او بيوتاريت, يشوفوا فيه ويلقوا فيه عالي, فلو هو كان اكثر من 3 ملي مول هذا حيكون واحد من الدياجنوستيك يعني فيتشرز للدي كي اي. رايت سو نشوفوا نحن الكلام هذا توا اسيديميا, ذاتس واي سميت كيتو اسيدوسيس. وضع عليه يفسر عند الناس يكون عندهم الكازمال بريثينج اللي هو هايبر فنتيليشن, وهذا كومبنسيشن للناس اللي عندهم ميتابوليك اسيدوسيس يحاولوا يديروا ووش للسي او 2 باش يسقموا البي اتش فيصير عندهم هايبر فنتيليشن. هذا يعني وايل دي كي عندهم بوليديبسيا بوليوريا, ليش عندهم ديهايدريشن, ليش عندهم اي كي اي, ليش ممكن يكون عندهم سيبسيس, ليش الدي كي اي ممكن يكون عندهم abdominal pain, this is the effect of hydrogen ions والستريس gastritis اللي يصير, ليش يكون عندهم vomiting بسبب الكلام اللي توه كنا نحكو فيه, ليش يكون عندهم high anion gap metabolic acidosis, وكيف ما شفنا توه يعني الأشياء هذين كل مهمة جدا في إنك أنت لست فهمن يعني بشتعر واحد فيش قاعد تدور يعني. قبل ما نخشك ونلخص الكلمات هذين في clinical points بس نبيكم يعني الoverview هذه very important لأن مهمة. قبل ما نخش خلينا نحكي على الالكترولايت abnormality اللي بيصير هنا. الالكترولايت abnormality أنا حكيت لكم على أول حاجة, حكيت لكم على البوتاسيوم. هنا نعطيكم مثال. now البوتاسيوم في قاعدة مهمة جدا يعني. وين ما في بوليوريا هذه قاعدة very important, وين ما ينقص البوتاسيوم, وين ما في أوليغوريا وين ما يزيد البوتاسيوم. وضع ليش أنا والجميع يعني مفروض يعرفون نحن مش هنعطي بوتاسيوم من واحد who is not passing urine يعني. If patient doesn't pass urine, don't give potassium. يعني أنا already حيرجع البوتاسيوم. والناس اللي عندهم بوليوريا, أي شوف أي بوليوريا اليورين فوليوم عالي معناه الأوزموتيك يعني البوتاسيوم حيصير له واش وحيطلع. Right, so DKA they have polyuria and this polyuria usually total body potassium very low. إذا الناس هذوما potassium deficient. So هم fluid deficient about 3 عند ممكن 8 liters fluid deficient, they are potassium deficient. ولكن ممكن spurious أو false hyperkalemia تطلع عليك, وهذه another point regarding potassium. البوتاسيوم كيف ما أنتوا تعرفوا لو نقول لكم أن هذا blood vessel وهذه الخلايا يعني هذه الزبدة كلها يعني البوتاسيوم موجود في الداخل كيف ما أنتوا تعرفوا هنا في الخلايا يعني. فالبوتاسيوم ميلي انترسيلر وفي شوية في البوتاسيوم قاعد برا الاكسترسيلر اللي هو 3.5 إلى 3.5 إلى 5.5. فنحن بعد ما نخشوا في النيدل نشوف في السيرم بوتاسيوم اللي هو موجود هنا اللي هو 3.5 to 5 اللي هو النورمال بوتاسيوم اللي هو اكسترسيلر بوتاسيوم. ناو إذا كان عندي أسيديميا, الأسيديميا عادة ما تعطيك هيدروجين أيونز. So الهيدروجين ايونز اللي هن موجودات في البلازما هذوما نزلوا البي اتش رايت. فالشاهد في الامر ان نحن نبو نتخلصوا من الهيدروجين ايونز, لان لو انا تخلص من هيدروجين ايونز معناه انا نرفع البي اتش كان بافر يعني. فاللي حيصير هو الاتي يصير يعني حاجه كيف ما نقولوا temporary أو حاجة مؤقتة جدا, يجي يقولوا لهم أنتوا البوتاسيوم بتاعكم خلوه يطلع برا هنا بوزيتيف لأن في عندي إلكتريكال جريدينت بنحافظ عليه والكيميكال جريدينت اللي هو اللي نحن نحكو فيه. وخشنا الهيدروجين,
فهذه عملية كومبنسيشن تصير في الأسيدوسز، البوتاسيوم كله حيجي الهيدروجين يحاول بدي يخش والبوتاسيوم يقدر يطلع. فهنا بعد ما يصير الكيماضة تعدي تسحب انت الدم للسيرم، هتلقى ان في بوتاسيوم هاي، and that's usually البداية. في البداية بكي قبل ما تعطي الفلود، قبل ما تعطي الانسولين، قبل ما تعطي كذا، مع ان التوتال بادي بوتاسيوم نازل، ولكن المشكلة ان البيشنت عنده هايبركاليميا تحقه في البداية، and that's why الهايبركاليميا تحقه في البداية هذه راهي false hyperkalemia. البيشنت في الحقيقة هو بوتاسيوم depleted، ولكن بالكومبنسيشن للأسيدوسز قاعد يصير لك. فأنت بتعطي فلود وكذا اللي حيصير عندك low potassium. And that's why واحد من common cause of death DKA هو الهايبوكاليميا، هو مش الموست كومن كوز. هو الموست كومن كوز هو السيربرال إديما، again هنحكي عليه ليش، لكن حتى البوتاسيوم very important، ولازم you have to keep an eye on potassium في المانجمنت متاعتك، وهنحكوا عليها يعني إن شاء الله. وهذا علش يعني أنت تبدأ إنسولين، لو بديت إنسولين السنيني حيخشش البوتاسيوم في الخلايا كيف ما حكيت، وهم حيخشوا في هايبوكاليميا وتسقم الأسيدوسيس، هتحول هذه وتطلع لك الحقيقة. وهذا علش you have to give potassium. يعني أي واحد يعني البوتاسيوم متاعه يعني أقل من 5، شوفوا 5 يعني هو نورمال، يعني تعطيه بوتاسيوم. وهنحكوا على البوتاسيوم وشنو أنت تديله. So potassium very important. على نفس وزن البوتاسيوم الحقيقة المغنيسيوم ممكن ينقص، والفوسفيت ممكن ينقص. فهذين الاثنين ممكن ينقص. المغنيسيوم إذا هو ناقص عطيه. الفوسفيت guidelines يقولن ما نعطوش في الفوسفيت إلا إذا كان طلع أعراض، اللي هو عادة الهايبوفوساتيميا تطلع عليك ب muscle and skeletal، يعني skeletal muscle and cardiac muscles، اللي هي الرابدوميولايسيس. وغالبا لو كان الفوسفيت لزان 1 ملي جرام بير ديسيليتر، هناك نعطوا بوتاسيوم، اللي نعطوا فيه نحن بوتاسيوم كلورايد اللي هو اللي حكيت عليه تو، ممكن نسويتش ونعطوا حاجه اسمها بوتاسيوم فوسفيت، يعني على حسب 20 40 ملي اكويفالنت، باش انت تسقم الفوسفيت في حاله ان الفوسفيت كان اقل من 1. ولو كان البيشنت مال نورشت، فممكن الهايبوفوسفاتيميا هذه جزء من حاجه اسمها ريفيدنج سندروم، وهذه حنحكوا عليها. هذه كلام آخر يصير في لو كان في كومبينيشن من DKA والكحول والكحوليك انتوكسيكيشن أو كيتو أسيدوسس. right so low potassium low phosphate and low magnesium so depletion of everything and sodium. كيف ما حكيت لكم مع الصوديوم، وقلت لكم من الصوديوم غالبا تلقاه low، again you need to correct the sodium for the glucose. وهنا هنحكي على الكوركشن بعدين في الانفستيجيشن وكذا. سو هذا بالنسبه لي الباثوفيسيولوجي اوف دي كي اي، وحسيت ان الفيديو طول واجد وما نبيش انا نطول الفيديوز، لكن شفتوا يعني يلا غالب ما عندناش كيف نهرب من الحاجه هذه. خليني نلخص الكلام. الملخص هيكون كالاتي، ان بعد تقول لي دايابيتيك دي كي اي، الخطأ اللي يطيحوا فيه أغلب الناس اللي نخدمه معهم ونشوف فيهم حتى في بريطانيا وفي أمريكا بعد جينا أنا، diabetic معناها high glucose. أوكي high glucose، وقلت لكم أكثر من 250 ملي جرام إلا إذا كان في حجم euglycemic DKA اللي حكينا فيها. الهايبرغليسيميا تكون 400 500. تخيل واحد عنده بلاد جلوكوز 450 500، باهي درت له بلاد غاز وما طلعش في اسيدوسيس، there is no acidosis. الكيتون بادي ممكن بس بوزيتيف مايدلي بوزيتيف، بس البي اتش ما فيش لو باي كارب، ما فيش لو بي اتش، خلاص هذا عندها ان كنترولد هايبرغليسيميا. وهذا كلام اخر يعتمد على الكونتكست اللي انت فيها، وهذه ما هيش امرجنسي الحقيقه. واحد عند هايبرغليسيميا وان كنترول، يعني هذه نقطة مهمة. قد تكون هونك اللي هي هايبرزمولر، بس هذا كلام يعني الهونك حتى عنده كريتيريا، يعني عنده البلازموزمولاريتي والجلوكوز لازم يكون عالي واجد وكذا. لكن هذه النقطة اللي يطيحوا فيها الأجماع، هايبرغليسيميا معناها دي كي اي وقصة وخاف. لا، المشكلة هي واللي تخلي فينا كونسيرند هو الأسيدوسيس الحقيقة. بجي تقول لي كيتو معناها نبي نثبت ان هي كيتو اسيدوز سبب الكيتون بادي، فحنلقى في بوزيتيف كيتون بادي هاي، كيتون بادي اللي هو البيتا
هيدروكسي بيوتيريك أسيد أو بيوتيريت اللي حكيت عليه أقول أكثر من 3 ملي مول. وهذا طبعا ما فيش منه في ليبيا مثلا، لكن أنت حتلقى الكيتون بديل هو الأسيتون في الكونتكست يعني بوزيتيف، ممكن more than 3 بلس في اليورين. أجين هذا أسيتون إندايركت، لكن يعني في بريطانيا وفي أمريكا يكون عندك كابيلاري ونديروا به حتى فولو أب يعني. فلو ما عندكش الله غالب هنحكوا بعدين كلام كيف حتدير. والأسيدوسيز هنا لازم تكون ميتابوليك أسيدوسيز بأي مواصفات. ميتابوليك أسيدوسيز لازم تكون هاي أناين جاب، كيف ما حكيت أنا وقلت هذه سببها جين أوف أسيد، أناين جاب أكثر من 12، فأنت لازم تحسب الأناين جاب. الحاجة الثانية لازم يكون في لو بي اتش، واللو بي اتش حيكون أقل من 7.3. والحاجة الثالثة يكون فيه يعني الأسيدوسيز اللي هي تعريفها اللو بايكربونيت، واللو بايكربونيت أكثر من 15. سو هذين أرقام تحفظون، هذه أكثر من 15 لازم 7.3، هاي 9 جاب، كيتون باديز، هذين كل كريتيريا فور دي كي اي. وهكي أنا حكيت لكم على من اللي تصنف أنه هو دي كي اي وليش هكي. توقعوا معي إن شاء الله في الفيديو القادم هنحكوا على كلينيكال فيتشر اوف دي كي اي، وإن شاء الله الانفستيجيشن اند مانجمنت اوف دي كي اي. وهكي على الأقل بس يكون عندكم فاونديشن. فيديو دي كي القادم إن شاء الله حيكون بعد فيديو الإكس راي القادم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا، ونلتقي بإذن الله في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.